الوغ بالنسبه لهاد كلكو تكنيك ديتي دو تيرو فيها في جوج ديال الطرق، فيها الفيزيونوميك وفيها ستاتستيك. الاولى كنلقاو فيها مثلا ايتيد دو لا ستراتيفيكاسيون فيرتيكال، يعني كندرسوا الدراسه فيرتيكال فقط العموديه، وكاين ليتيد دو ستراتيفيكاسيون هوريزونتال. بالنسبه لهاد ليتيد دو ستراتيفيكاسيون فيرتيكال فيها حاجه سهله، وهو اننا اون كلاس لي زاربر على حساب لا هوتور ديالها. بالنسبه للاشجار اون كلاس لي زاربر كنقسموهم على حساب لا هوتور ديالها، سولون على حسب لا هوتور، على حسب الارتفاع ديالها. هنا غادي نحتاجو اول حاجه نسولو راسنا كومون اون فير كالكولي او بيان كومون اون ديتيرميني لا هوتور دان اربر. هذا هو اول سؤال غادي نبداو به ان شاء الله. كومون نتمنى تركزوا في هاد لابارتي مزيان. كالكولي لا هوتور، الارتفاع دان اربر ديال واحد الشجره. بالنسبه لكيفاش كنحسبوا لا هوتور ديال واحد الارب، تو سامبلومون غادي ناخذ واحد البيرسون، واحد لاربر كيلكون مثلا بهذا الشكل هذا، ها هي، وغناخذ بغينا نكالكيلو حنا الارتفاع ديالها. بيان سور غيكون عندك مثلا واحد الشخص هنايا غنبغي يحسب لينا مثلا هذا الارتفاع هذا، تو سامبلومون كنعتمدوا على ما يسمى تريونغل ايزوسيل، غنشدوا واحد المثلث متساوي الساقين. هذا التريونغل هذا ايزوسيل هو واحد المثلث اللي متساوي الساقين، فهاد الطرف هذا كيساوي ليا هاد الطرف هذا. كيجي واحد البيرسون كيشد ليا هاد المثلات هذا، واحد البيرسوناج كيلكون كياخذ لينا هاد المثلات بيان سور، وكيبقى كيبقى لو بيرسوناج فا سوا ايلواني، يا اما كيبعد ليا سوا فوا ابروشي د لاربير، يا اما كيبقى يبعد ليا من لاربير، يا اما كيبقى يقرب ليا منها. جيسكا كون جيسكا كيبقى يبان لي هاد لو سوم ديال لاربير كيولي بان لي، فاش كيولي بان لي هاد لا سوم ديال الشجره. بيان سور رجع دابا شويه اللور سيلفا ايلواني د لاربير، مانتنون ما يبقاش يبان لي هاد لا سوم هذا، وملي كيبقى ابروشي اكثر من القياس ما كيبانش عاوتاني هاد لا سوم هنايا. دونك تو سامبلومون كيبقى يزيد اللور ويرجع لقدام، حتى كيولي بان لي لا كيبان لي هاد لا سوم بيان هاد لا سوم ديال هاد لاربير هذا كيولي بان لي، من كيولي بان لي هاد الراس ديال الشجره هادي هنا كيحبس. هنا كيعتمد على واحد لا تكنيك ساهله كيديروها العلماء، هو انه حنا هاد الشجره الارتفاع ديالها غادي اون فالو ديفيزي اون دو بارتي، غنقسموا هاد الارتفاع ديالها على جوج. حنا الارتفاع ديالها هو مثلا اش اللي حنا سايرين نقلبوا عليه، فيه جوج ديال الارتفاعات، فيه هاد الارتفاع الاولاني نقدروا نسميوه مثلا بتي اش، وفيه هاد لا ديستونس اللي نقدروا نسميوه مثلا هاد لا ديستونس دي. دونك شنو هي لا تكنيك تو سامبلومون؟ لاحظ معايا بان هذا سي ان تريونغل ايزوسيل، هاد المثلث اللي عندي انا هنا تريونغل اللي عندي هنا راه تريونغل ايزو سيل، ضروري هاد لا غولاسيون اللي كنقول لك انا خاص يكون هاد المثلث متساوي الساقين. دونك اش كندير؟ تو سامبلومون هاد لا ديستونس اللي انا سي نقلب عليه في هاد المثلث الايزو سيل، هاد لا ديستونس اللي هنا راه هو نفسه نيت هاد لا ديستونس دي. مزيان، دونك هنا عرفت بانه لا ديستونس ما بين هاد لو بيرسون هذا وما بين لاغ هو نيت لا ديستونس نيت دي، هو هاد لا ديستونس اللي نيت انا سي نقلب عليه. وهاد الارتفاع هذا شنو هو؟ هذا هو نيت لا هوتور ديال بيرسون ديالنا، هذا هو نيت هاد اش اللي هنا هو نيت الارتفاع او طول القامه ديال هاد لا هوتور، هاد لا لونغور ديال هاد لا بيرسون هذا، هاد لا هوتور بيان هاد لا لونغور ديال هاد لا بيرسون هذا اللي عندي هنا راه هو نيت لا هوتور اللي سي نقلب علينا. دونك شنو كيساوي ليا انا اش؟ تو سامبلومون اش كيساوي ليا جوج، كيساوي ليا بتي اش بلوس كرون دي. اش شنو هو؟ سي لا هوتور دو لاربر، سي لا هوتور دو لاربر اللي انا ساير نقلب عليه، الطول ديال ديك دابر ديال الشجره اللي انا ساير باردون دابر اللي انا ساير نقلب عليه. وعندي هاد بتي اش هذا، تو سامبلومون بتي اش سي لا هوتور، لا هوتور دو لوم ديال هاد الشخص هذا اللي عندي انا هنا، وهاد الدي كبيره سي سا ديستونس، لا ديستونس ديال هاد لوم هذا وبيان سا ديستونس دلا، يعني المسافه ما بين هاد البيرسون هذا وما بين ديك الشجره ديالنا. دونك هذه هي لا تكنيك اللي كنديروا باش كنحسبوا لا هوتور ديال واحد لاغ، كنعتمدوا فيها على تريونغل ايزوسيل. اجي في الفرد شنو ممكن يجيك مثلا هاد التمرين هذا، تيكون الاستاذ ديجا عطيك هاد لا ديستونس ما بين هاد البيرسون هذا وما بين مثلا هاد لاغ هذا، انت تو سامبلومون كتكون عارف بانه هاد لا ديستونس هذا راه هو نيت هاد الارتفاع نيت اللي عندك هنا. دونك اش كدير؟ كدير تو سامبلومون اش بتي اش اللي هو طول القامه ديال هاد الشخص هذا لا هوتور ديالو، كتزيد عليه لا ديستونس اونتر لو بيرسون اي لاغ، وهذه هي لا تكنيك الوحيده اللي كنديروا باش اننا كنكالكيليو لا هوتور ديال لاغ. الوغ فاش كيفيدني هاد لا هوتور ديال لاغ؟ كيفيدني في لا بارتي نيميرو 2 اللي كاينه عندي في هاد ليتيديون دي ستراتيفيكاسيون فيرتيكال، هي البارتي الثانيه اننا كنكلاسيو سولون لا هوتور. نقدروا نسميو مثلا هاد لا بارتي الاولاني ديال كومون كالكيل لا هوتور ديال لاغ، نسميو مثلا بارتي واحد بتي ان مثلا ان، لا بارتي الثانيه
غنقولوا فيها تو سامبلومون سلون لا هوتور على حسب الارتفاع ديالنا اون بو كلاسي لي زاربر اون ديفيرون سترات يعني كنقدروا نقسموا هاد لي زاربر هادو نقسموهم على ديفيرون سترات كنقسموهم على شكل طبقات مختلفه هنا غادي ندوز ليشان ونخدموا في الوثيقه ديالنا في هاد لابارتي الثانيه دونك هاد الوثيقه الثانيه اش كتقول ليا هاد الوثيقه هادي كتمكنني نقسم لاربر ديالنا او الاشجار ديالنا على حسب الارتفاع ديالهم تو سامبلومون كتلاحظوا بانهم لي زاربر تقدر كنبداو في الطبقه الاولانيه اللي هي سترات اربورسون اربورسون شنو هما هو الطبقه نقدروا نسميوها الطبقه الشجريه او الطبقه الشجريه هما لي زاربر لي هوتور ديالها بلي غون كو 5 متر هما الاشجار اللي الارتفاع ديالهم اكثر من 5 متر كدوزوا الطبقه الثانيه اربيستيف اربيستيف او الطبقه الشجيريه هاد الطبقه الشجيريه هما الاشجار اللي كتلقى لها هوتور ديالهم ما بين 2 متر وما بين 5 متر مزيانه الطبقه الثالثه كتسمى دي زارب ايرباسي ايرباسي او الطبقه ديال الحشاشات او باردون العشبيه باردون العشبيه هما الطبقه ديال هاد الاشجار اللي تكون على شكل اعشاب فقط هكايا او كتسمى الطبقه العشبيه طبقه عشبيه كتبقى لنا اخر طبقه ميسينال او الطبقه ديال الحشاشات او طبقات دوك الورود اللي تيكونوا في الشجره من تحت دوك الاشجار الصغيره كتسمى بالميسينال دونك الطبقات عندنا اربوسون هما الاشجار اللي تيكون لا هوتور ديالهم اكثر من 5 متر الطبقه الثانيه كتسمى سترات اربيستيف هما اللي تيكون ما بين 2 متر وما بين 5 متر طبيعه الحال درنا في الفقره اللي قبل كيفاش حنا نحسبوا الارتفاع ديالهم كيبقى لنا سترات ايرباسي اللي كيكونوا اونتر 1 فيرغول يا نورمالمون 5 سنتيمتر اي 2 متر ماشي 2 متر 2 متر مي 180 سنتيمتر كتكون ما وصلاش 2 متر مي اونتر 5 متر اونتر 5 سنتيمتر باردون اي 180 سنتيمتر والطبقه الثانيه سترات ميسينال او الحشاشات الطبقه ديال الحشاشات هي الطبقه اللي كتكون عندكم على شكل ورود صغيره هنا بزاف كتبقى لينا اخر طبقه اللي كتسمى ما مكتوباش عندنا هنا باردون ما رديتش البال سترات سوتران يعني الطبقه تحت الارضيه او الطبقه تحت الارضيه هما كاع دوك لي غاسين اللي تيكونوا تحت الارض سترات طبقه تحت ارضيه هما دوك لي غاسين اللي تيكونوا تحت الارض او الجذور اللي تيكون عندها تحت الارض او دوك الانواع ديال مثلا بحال هاد النباتات اللي كنبتوا لنا تحت الطبقه ديالنا بيان سيغ بالنسبه لهذه كيفاش تعطاكم يقدر في الفرد مثلا تو سامبلومون تلقى مثلا بحال هاد الطبقات هادو يقول الاستاذ سمي لي هاد الطبقات اللي عندكم هنايا تكون ضروري حافظهم وضابط الامور ديالكم فيهم الكيسيون اللي كتطرح فيهم بزاف حتى هو لي ديفينيسيون ديال كل طبقه والمميزات ديالها يقدر يقول لك مثلا لا ديفينيسيون ديال سترات اربوسون مثلا تقول لي ستين سترات مثلا اي كومبروند مثلا لي زارب اترونك لي نون اللي عندهم واحد الفروع الشجيريه لا هوتور تيكون بلي غون كو 5 متر بالنسبه لهاد لابارتي دونك ضروري نعطيكم لا ديفينيسيون ديال كل حاجه فيهم وكنكونوا سالينا لابارتي نيميرو 1 نتمنى هاد الوثيقه هادي غادي تلقاوها حتى هي في لا ديسكريبسيون حاول تطلع عليها حاولت انك تشوف هاد التسميات اللي عندكم هنايا دونك نختموا الفقره ديالنا فقط بالتعاريف ديال كل حاجه في هادو وكنكونوا سالينا لابارتي نيميرو 1 من الدرس ديالنا الوغ كما قلت لكم بان الفقره الاخيره غنحاول نختموا فيها كل فقره ديالنا ونعطيوها المميزات ديالها بالنسبه لهاد لي زارب هادو كما كنت قلت لكم غادي نحاول نقسمهم على هذا الشكل هذا عندنا الطبقه الاولانيه فقط بقى لكم فقط التعريف ديال كل طبقه فيهم حيت كتطلبوا لكم التعريف بزاف في الفرد ديال الطبقات هادو دونك تو سامبلومون حاولوا لا كان هنا شي ملاحظه مرحبا هنا بالنسبه لستخات اربوسون ايل كومبرون لي زارب اترونك لي نو على هوتور دي باس 5 متر هما كيكونوا فيهم واحد الاشجار اترونك عندهم الجذور لينو بحال تنقول الخشبيه لينو يعني قاصحه لا هوتور كيكون ديباس ديزا 5 متر يعني تكون الارتفاع ديالها فايت 5 متر بحال مثلا هاد الاشجار اللي كنا درنا مثلا في هذا المثال هذا بالنسبه لسترات اربيستيف اللي كنا قلنا طبقه شجيريه الكومبرو لي فيجيتو لي نو سو فورم داربيستيف لا هوتور اونتر 2 متر اي 5 متر وبالنسبه لارباسي كيكون ال كومبرو لي بيتي فيجيتو تكون فيها دوك الخضر ا تيج مو تكون فيها داك الجذع ديالها او الراس ديالها تيكون مو يعني تيكون رط او هش دوتور اونتر 5 سنتيمتر اي 180 سنتيمتر بالنسبه للميسينال اي كومبرون لي بيتي بلون دوتور اونتر 0 اي 5 متر هنا فقط باش تبقاو عاقلين تكون فيه بحال مثلا لي شامبيون داك الفطريات بحال مثلا لي شامبيون تقدروا تزيدوا هنا في التعريف ديالها ماشي مشكل لي شامبيون او دوك كما قلت لكم دوك الفطريات بالنسبه كتسمى لو سترات سوتران او الطبقه تحت الارضيه الكومبرو لي غاسين تيكونوا فيها غالبا دوك الجذور ديال الاشجار ديالنا هكا نكون سالينا ان شاء الله البارتي نيميرو 1 من هذا الدرس هذا مرحبا بالانتقادات ديالكم بالافكار ديالكم بالاقتراحات ديالكم تنوصل لكم بانه غادي تلقاو في لا ديسكريبسيون غتلقاو ملخص ديال الدرس
اللي كنت ديجا وجدتو شحال هذه. هذا الملخص ديال الدرس هذا راه شامل لكم الدرس الاول. راه هذا الشيء اللي كندير لحد الان سوا الفقره الاولى ولا الفقره الثانيه غادي نبدا فيها حتى هنا. هذا الشيء راه ما مهمش بزاف بالنسبه للفرد، سي فري كيتحط في الفرد ولكن راه ما كتلقاش عليه نقاط بزاف. ركز ليا مزيان مع الفقره الثانيه اللي غادي نديروا فيها هاد الجداول اللي كتلقاوهم بزاف في الفرد وتلقاو فيهم التلامذ مشاكل. هاد الريزومي هذا ان شاء الله غادي تلقاوه في لا ديسكريبسيون. الله يسهل عليكم ويوفقكم ان شاء الله في الدراسه ديالكم. مرحبا بالافكار ديالكم كما قلت بالاسئله ديالكم، تلقاو ليا ديال الكونت ديالي ان شاء الله في لا ديسكريبسيون. اي سؤال مرحبا واي حاجه مرحبا. الله يوفقكم في الدراسه ديالكم ان شاء الله ويسهل عليكم. الله يوفقكم، مع السلامه.